نحن في محطة أخرى من محطات زرع القيم الوطنية والاجتماعية والتاريخية في موروثنا العربي، المحطة الثانية من أيام الاحتفاء بيوم اللغة العربية، اليوم العالمي للغة العربية في كفر صور. أمس كنا في مناطق أخرى، اليوم في كفر صور. هذا برنامج أطلقته وزارة التربية والتعليم للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية. اللغة العربية التي تمثل حضارتنا، تمثل ديننا، تمثل تراثنا، تمثل لغة القرآن الكريم، ووجب علينا في مدارسنا غير أن نحيي هذه المناسبة كمناسبة احتفائية، ولكن أن نعمق في ذهن أطفالنا وأن نعمق في حياتهم العادية أهمية اللغة العربية كلغة للقرآن وكلغة مقدسة وكلغة التي يتناجى فيها كل أبناء هذا الوطن وأبناء الوطن العربي بشكل عام. اليوم من كفر الصور نحن نحيي هذه المدرسة، نحيي إدارتها، معلماتها، المجتمع المحلي الذي رافقنا اليوم بهذه الاحتفائية، لنقول أن كمان في لأطفالنا أن هذا الموروث وهذه اللغة يجب أن نحافظ عليها، يجب أن نعمق الصلة فيها، يجب أن ننقيها من كل الشوائب التي ممكن أن تدخل منها من هنا أو هناك. نورتونا اليوم في كنا منظمين فعالية ليوم اللغة العربية العالمي، هو ب 18-12 من كل عام بنحتفل فيه. لغتنا الأم، لغة الضاد، اللغة العربية التي يتحدث بها أكثر من 400 مليون شخص على مستوى العالم، فحلو أن نحتفل فيها ونحيي هذا اليوم، نركز في وعي طلابنا، حب اللغة العربية، آدابها، أقسامها، نحكي لهم عنها، عن تاريخها، عن ثقافتها، كل المعلومات اللي ممكن نحكيها لطلابنا. كنا داعيين المجلس الكروي، مدير التربية والتعليم شرفنا، والمجلس الكروي، مجلس الأمهات، معلماتنا وطالباتنا، يعني فعالية صغيرة دمها خفيف مع بعض. نظمنا أيضا خلال هاي الفعالية عدة فقرات، من مسابقة، من مناظرة، من مسرحية، من قصائد، من خطابة، يعني أغلب فنون اللغة العربية كنا مغطيينها. أيضا كنا منظمين معرض بنسميه معرض للوسائل التعليمية في اللغة العربية، وتضمن ألعاب تربوية، تضمن وسائل تعليمية، تضمن بوفيه مفتوح ضيافة، وكلياته مضمونه باللغة العربية. يعني حتى الضيافة كانت تحكي عن اللغة العربية وعن حروف اللغة العربية وعن أقسامها وأقسام الكلام وأسماء الإشارة وكل هاي الحكي. اليوم كان عنا إحياء ليوم اللغة العربية بفعاليات متعددة، وعنا إحنا شاركنا في هذه الزاوية بمبادرة بيت الشعراء، شعراء فلسطينيين 16 شاعر بالتعاون مع طالبات الصف الثامن. كل طالبة تقمصت شاعر فلسطيني بمعلومات، بأشعار عن الشاعر، والهدف من هذه المبادرة اللي هو ترسيخ الشعراء الفلسطينيين بقضية فلسطين في نفوس أبنائنا وطلبتنا. في 18 من ديسمبر، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرار بإعلان اللغة العربية لغة رسمية في العالم، طبعا نعتز ونفتخر باللغة العربية كونها لغة القرآن ولغة المسلمين الأولى. في مدرستنا كفر صور الأساسية نظمنا فعالية للاحتفال باللغة العربية، أعد الطلاب وطالبات المدرسة مجموعة من الوسائل التعليمية والمتنوعة والفعاليات، و بحضور مدير التربية والتعليم، وكل عام ولغتنا العربية في تطور وتقدم.